السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه عمل فورمات لاي فلاش يو اس بي بتنسيق فات 32 عن طريق الويندوز. طبعا هذا التنسيق فات 32 مش متوفر عن طريق فورمات عن طريق هذا الكمبيوتر. اذا نحط الفلاش حتى اوريكم المشكله، نحط الفلاش في الكمبيوتر. اوكي، بعد ما حطيت الفلاش راح تظهر هنا، راح تظهر مثل ما تشوفون. اوكي، الحين هذا الفلاش اذا اريد افرمت بالطريقه العاديه نفس ما تشوفون، اضغط كليك يمين، اضغط على فورمات، هنا ما في تنسيق فات 32. طبعا شو فائده فات 32؟ فائده فات فورمات فات 32 ان الاجهزه القديمه مثل مسجلات السياره ومسجلات المنزليه القديمه ما يدعم هذا التنسيق، لازم تفرمت الفلاش عن طريق تنسيق فات 32. ولكن هنا ما في فات 32، كيف تفرمت الفلاش فات 32 عن طريق سي ام دي؟ نروح للشرح. اوكي، اول شيء كل ما عليك انك تروح لقسم البحث هنا، تكتب سي ام دي. اوكي، راح يعطيك هنا نفس ما تشوفون هذا موجة الاوامر، اضغط على تشغيل مسؤول او كليك يمين اضغط على التشغيل كمسؤول ران ادمنستارت. اوكي، مباشره راح يفتح لك هذا الاوامر. راح طبعا هذا الاوامر كلها نفس ما تشوفون، هذا الاوامر راح بتحصلها في الديسكربشن. تحط الامر الاول وتضغط على كليك يمين وراح يلزق، او كليك يمين بوست راح تلزق، اضغط على انتر. بعد ما تكتب ديكس بارت اضغط على انتر. الحين حط الامر الثاني لاست ليست ديسك، حط الامر الثاني مثل ما تشوفون واضغط على انتر. اوكي، هني راح يعطيك ديسك 0، ديسك 1، ديسك 2، ديسك 3. اوكي، الديسك الاخير هو الفلاش. تاكد من كيف تتاكد ان هذا ديسك 3 هو الفلاش خاص بك؟ من حجم الفلاش. مثل ما تشوفون حجم الفلاش انا عارف 58 جيجا. اوكي، راح يعني 64 جيجا راح يعني ينقص كم من جيجا، راح يكون يعني الحجم يكون مرات ينقص ما يعطيك الحجم الكامل، وبالتالي ناس ما يشوفون هذا هو عن طريق الحجم عرفت ان هذا هو الفلاش داز ديسك 3. اوكي، لازم تفرمت الفلاش المطلوب، لان لو سويت حطيت 2 بدل 3 الفلاش الخاص بك راح تفرمت البيانات جهازك، لازم تختار الفلاش الخاص بك. مثل ما تشوف هذا هو ديسك 3 هو الفلاش الخاص بي. اوكي، الحين كل ما عليك انك تاخذ الامر الثلاثه، الامر الثالث. اوكي، تحطه هني وتكتب، بعد ما تكتب هذا الامر الثالث تكتب رقم الديسك. ناس نشوف تكتب 3، اذا كان 4 تكتب 4، اذا كان 3 تكتب 3. بالنسبه للجهاز الفلاش الخاص بي رقم 3، ما نشوف نكتب رقم 3. احط رقم 3 واضغط على انتر. اوكي، الحين روح اخذ الامر الثاني الموالي اضغط على انتر. اوكي، الحين روح اخذ الامر الموالي اضغط على انتر. الناس مشوف ما ضغط على انتر. الحين اخذ الامر الموالي احطني، الناس مشوفون راح احطني. اوكي، راح اخذ الامر الموالي مره ثانيه. اوكي، حطيت. الحين هني الحجم اختار حجم المناسب. طبعا انا بحط 2 جيجا لان اكثر المسجلات ما يدعم المساحه الكبيره، فراح اختار مثلا 2000 جيجا. تقدر تزيد، يعني تقدر تحط، يعني هذا الامر راح يحدد الحجم الفلاش. يعني اذا كانت 60 جيجا راح تخليها بس 2 جيجا او 4 جيجا او 10 جيجا. اوكي، طبعا التنسيق الاجهزه المسجلات الاجهزه اللي يدعم فات 32 ما يدعم المساحات الكبيره، فراح اختار 2 جيجا لاني راح بحطه في المسجل اشوف يدعم ولا لا. اوكي، راح احط 2 جيجا.
يعني تقدر تحط 3000 جيجا، يعني 3 جيجا، 4000 جيجا يعني 4 جيجا، على حسب حجم اللي تباها. اوكي، الحين تحط، حطيت الحجم، باقي الامر خليه مثل ما هو، بس غير الحجم واضغط على انتر. اوكي، الحين روح اخذ، خذ الامر الموالي، حطني وحط رقم الديسك، كان رقم 3 نفس الديسك اللي حطيناه فوق، حطه تحت بعد الامر الموالي، اضغط على، حط 3 واضغط على انتر. اوكي، بعد ما حطيت، الحين تروح تختار الامر الموالي وتضغط على انتر. اوكي، الحين تروح تاخذ الامر الموالي، هني اكس يعني تحدد اسم الفلاشة، يعني اختصار الفلاش اكس، على حسب اللي تبيه. انا بختار اكس واضغط على انتر. الحين احط اكزيت، نفس ما تشوفون الامر الاخير اكزيت، خلاص. الحين لو تروح للفلاشة، تستخرج الفلاش من الكمبيوتر وتحطه مرة ثانية، اذا ما كان موجود هني، اذا ما كان موجود هني تستخرج الفلاش من الكمبيوتر وتحطه من مرة ثانية. اوكي، هني بيظهر انك لازم تسوي فورمات، اضغط على فورمات. لما تضغط على هذا الخيار راح بتحصل نيت اكس، بتحصل تنسيق فات 32 متوفر، ايضا بتحصل فات بدون 32. اختار فات 32 واضغط على فورمات واضغط على اوكي، خلاص تم فرمته الفلاش بالتنسيق فات 32. اضغط على اوكي، خلاص تم فرمته الفلاش فات 32. حتى تتاكد اضغط على بروبايتس، كليك يمين بروبايتس، نفس ما تشوفون فات 32. هذا التنسيق خلاص، تحط اغاني تحطها في المسجلات القديمه راح يدعم وخلاص. هذا هو الشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. وبس، مع السلامه.